بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، روى الإمام أبو داود والإمام ابن حبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وفي رواية وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة. وفي رواية: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، أي يوم القيامة. وفي رواية صححها الألباني في صحيح الترغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيدي حتى أدخله الجنة. إن الرضا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مدار مقامات الدين. فالرضا بالله عز وجل يتضمن الإيمان به تعالى ربا وخالقا وإلها ومدبرا، ومن لوازم ذلك محبته تعالى وحده، وخوفه ورجاؤه والإنابة إليه والتوكل عليه، وذلك كله يؤول إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وعدم الإشراك به. وذلكم قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الرضا بالإسلام دينا فإذا حكم الدين أو أمر أو نهى لا يكون من المؤمن إلا الرضا والتسليم، لا يكون من المؤمن إلا الرضا والتسليم، ولا يكون في قلبه حرج من قضاء الدين وحكمه وأمره ونهيه، بل يسلم لحكم الدين تسليما ولو كان حكم الدين مخالفا لمراد نفسه أو هواها.